إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخيار في شهر جماد الأولى في العام الثامن الهجري تنطلق كتائب التوحيد ويعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لواء أبيضا هذه المرة لمناطحة الصخور الصماء هذه المرة يخرج الجيش الإسلامي في 3000 مقاتل ليقاتل أقواما كانوا من القوة والبطش والفساد يملكون عدة كبيرة في هذا الوقت كان الروم وكان العرب يعدون جيشا جرارا للمسلمين ما إن وصل أهل التوحيد إلى أرض مؤتة حتى وجدوا أنهم أمام جيش جرار يزيد على 200,000 مقاتل تصور جيش من 3000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل هذا انتحار رهيب بالمفهوم العسكري ومن الذي يجرؤ أن يقدم شيئا في تلك المعركة ما سبب انتداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخروج الناس لقتال الروم أو لقتال العرب على مشارف أرض الروم مع أن الوقت شديد وعصيب والمسلمون أقل عدة وعددا وعتادا وهم يعلمون بطش الروم وقوة عدد الروم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني اعترضه في الطريق فقال له لعلك رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم إني رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه فأوثقه ثم ضرب عنقه والسفراء لا يقتلون والسفراء لا يقتلون وقتل السفراء هذا أشد من إعلان الحرب في هذا الوقت
أيضا كانت الروم تعد العدة لاستئصال شأفة المسلمين من المدينة. في هذا الوقت أيضا قتل والي معان وهي بالأردن، لأنه كان مسلما، لأنه أعلن إسلامه فقتله الروم، فكان لابد من تأديب الدولة الرومية، وكان لابد من تأديب العرب الغساسنة الموالين للروم. فبعث النبي جيشا من 3000 مقاتل، ويعقد النبي اللواء بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمر على الجيش، يعني يختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواد الجيش بنفسه. فقال النبي: جعفر بن أبي طالب، أي هو القائد وهو الأمير، فإن قتل جعفر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زيد بن حارثة. أمر النبي زيد بن حارثة، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. اختار النبي ثلاثة من قادة المسلمين، وكل معقود لهم القيادة والولاية، ولهم على المسلمين السمع والطاعة، ولا تنتقل القيادة إلى الثاني والثالث إلا بعد أن يقتل الأول ويقضي نحبه. وانطلق الجيش الإسلامي وشق الأرض ليصل إلى مشارف أرض الشام، ووصل إلى أرض مؤتة، وهي الآن جنوب الكرك، تبعد مرحلتان عن بيت المقدس. ففوجئوا أنهم أمام هذا العدد الرهيب وهذا الجيش الجرار، فتوقف المسلمون وقالوا: نبعث برسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخبره بالأمر الجديد. فقال لهم القائد الثالث الشهيد الطيار، قال صاحب السرير الذهبي، الشهيد الطيار وجعفر بن أبي طالب، أما عبد الله بن رواحة صاحب السرير الذهبي، قال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، وما نقاتل عدونا بعتاد ولا عدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنها إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. كلمات تثبت القلوب. وتلاحم الجيش الإسلامي مع جيش جرار رهيب. تصور 3000 أمام 200,000، ماذا يصنعون؟ ويلتقط اللواء، أو يمسك اللواء القائد الأول زيد بن حارثة، قاتل قتالا شديدا حتى قتل وسقط اللواء. ثم التقط اللواء الأمير الثاني الذي عينه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، ثم قاتل جعفر قتالا شرسا حتى قطعت يمينه، فالتقط اللواء بشماله، فقطع الروم شماله، فضم اللواء بعضديه حتى لا يسقط اللواء، فشقه أحد الروم نصفين، وقيل طعنه في صدره، فسقط اللواء، وسقط جعفر طيار الشهداء. وسقط اللواء للمرة الثانية، والتقط اللواء بعده القائد الثالث، القائد الأخير جعفر بن أبي طالب، القائد الأخير الذي عينه رسول الله، فقاتل عبد الله بن رواحة حتى قتل، وأصبح المسلمون بلا قائد. في العرف العسكري انتهت المعركة، إذا قتل القادة انتهت المعركة، سيفر الجيش ويتبعثر الجيش، لأنه ليست ثمة قيادة حازمة تمسك زمام الأمور. لكن التقط اللواء بعده الأقرع ابن حابس، ونادى في المسلمين: يا قوم، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت لها. قال: لا،
ولكني أعطي اللواء لأبي سليمان. أعطى اللواء لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد قائد حربي عسكري نشأ منذ صغره على الفروسية وحب البطولة والمجد والشرف. كان يترك مكة ويترك الثراء ويترك الحياة المترفة ويركب ويمتطي جواده وحصانه ليصعد ويشق به الجبال ويصعد به القمم الشاهقة. فتعود على الفروسية والبطولة. وأنتم تعرفون ما فعله خالد بن الوليد بالمسلمين في غزوة أحد، ولم يمض على إسلامه في هذه المعركة سوى 3 أشهر. واخذ اللواء أبو سليمان خالد بن الوليد. تصور، القادة 3 قد قتلوا والمسلمون في هم وفي كرب، وهم قلة وعدوهم في قوة ومنعة وبأس. فأخذ اللواء خالد بن الوليد وقام بخطة لم تخطر لأحد من الروم على بال، ولو قلنا لم تخطر لجني على بال لصدقنا. سبحان الملك، في ظلام الليل يغير خالد بن الوليد المقدمة ويضع المقدمة في الميسرة في المؤخرة، ويضع الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، وأمر خيالة على سطح أو على ظهر الوادي على أعلى الوادي أن تسرع بالخيول ذهابا وإيابا حتى ينتشر الغبار في السماء، فيظن الروم أن مددا جديدا قد أتى من المدينة للجيش الإسلامي. وأصبح الصباح، فرأى الروم الذين كانوا في الميمنة رأوا وجوها ما رأوها قط، والروم الذين كانوا في الميسرة رأوا وجوها ما رأوها أبدا، فظنوا أن مددا جديدا قد أتى من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجيش الإسلامي. فقذف الله الرعب في قلوبهم ففروا من أرض المعركة. 3000 أمام 200,000. صدق النبي، صل على النبي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. بالرعب، جند من جنود الله سبحانه وتعالى أيد الله به أولياءه في تلك المعركة وجعله خصيصا للنبي وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة لا تنصر بعدد، الأمة لا تنصر بعتاد، الأمة لا تنصر بأي شيء إلا بالإيمان بالله عز وجل وبالثقة المطلقة فيما عند الله، مع الأخذ بالأسباب. ليس أن نترك الأسباب، بل أمرنا النبي، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعد العدة وأن نعد كل ما نستطيع في الصواريخ والطيران والدبابات والأسلحة وكل شيء. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد إيماني وإعداد تربوي وإعداد في الإعلام وإعداد في السياسة وإعداد في الاقتصاد وإعداد في كل مجالات وفي كل مناحي الحياة بقدر ما نستطيع وبقدر ما نملك. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد المنبر وعيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم، يبكي النبي ويقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني فقتل، فاستغفروا لأخيكم. من الذي أخبر المصطفى؟ الله رب العالمين. زوى الله عز وجل الأرض لنبيه، فرأى النبي المعركة رأي العين. أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، اسمع، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.